السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، اليوم المحاضرة رقم 4 في مادة هندسة اتصالات 2، حتكون الفكرة الأساسية لنظرية المعلومات. أستاذ المادة سمية يونس صالح. نظرية المعلومات أو انتروبي المعلومات، الانفورميشن انتروبي. الفكرة الأساسية لنظرية المعلومات أو الانتروبيا تم تقديمها من قبل العالم كلود شانون في ورقته عام 1948. بداية، ما هو المقصود بانتروبي المعلومات أو انتروبيا؟ الانتروبيا المقصود بها أن هي كمية أساسية في نظرية المعلومات مرتبطة بأي متغير عشوائي، ويمكن تفسيرها على أنها متوسط المعلومات أو المفاجأة أو عدم اليقين المتأصل في النتائج المحتملة للمتغير. والانتروبي هو القيمة المتوقعة للمعلومات الذاتية، هي كمية ذات صلة قدمها شانون أيضاً. يقيس المعلومات الذاتية مستوى المعلومات أو المفاجأة المرتبطة بالنتيجة الواحدة المعينة أو حدث متغير عشوائي. إذن الانتروبي هي الفكرة الأساسية لنظرية المعلومات. للانتروبي قلنا هي كمية أساسية في نظرية المعلومات مرتبطة بأي متغير عشوائي. يعني فكرة نظرية المعلومات كلها لها علاقة بعلم الاحتمالات، اللي هو علم عدم اليقين أو المفاجأة. تم إنشاء الانتروبي في الأصل من قبل شانون كجزء من نظريته في الاتصال، حيث أن نظام الاتصال أو نظام الاتصال البيانات زي ما ذكرنا أو خضيته في الكورسات الأخرى له 3 عناصر أساسية. هو أي نظام إرسال في العالم توجد به 3 المكونات الأساسية هذين. بداية، مصدر البيانات، عندنا العنصر الثاني اللي هو قناة الاتصال، العنصر الآخر جهاز الاستقبال. في نظرية شانون إن مشكلة الاتصال الأساسية كما عبر عنها شانون هي أن يكون المتلقي قادر على تحديد البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة المصدر بناء على الإشارة اللي تلقاها عبر القناة. يعني كيف، شنو يقصد بالكلام هذا؟ يعني هنا تو مثلا أنا دزيت معلومة، فالمشكلة مش في أني أنا شنو المعلومة اللي دزيتها، المشكلة هل المعلومة حتوصل للمستقبل زي ما أنا دزيتها أم لا. فشانون نظر في طرق مختلفة لتعمية الرسائل وضغطها ونقلها في مصدر بيانات. أثبت في نظريته الشهيرة لترميز المصدر أن الانتروبيا تمثل حد رياضي مطلق حول كيفية ضغط البيانات من المصدر دون ضياع على قناة خالية من التشويش تماما. يعني إذا أنا كانت الفكرة الأساسية أنه هو بيوصل المعلومة كاملة من المصدر إلى المرسل دون أن يتم فقد هذه المعلومة من خلال قناة حتكون خالية من التشويش تماما. عزز شانون هذه النتيجة بشكل كبير للقنوات الصاخبة في نظرية الترميز ذات القناة الصاخبة. يمكن تفسير الانتروبيا أيضا على أنها متوسط معدل إنتاج المعلومات من خلال مصدر إحصائي للبيانات. إذن علم الانتروبيا أو نظرية المعلومات ترتكز فكرتها الأساسية على علم الإحصاء. عندما ينتج مصدر البيانات قيمة احتمالية منخفضة، على سبيل المثال عند وقوع حدث احتمالية منخفضة، يعني من يعني بمعنى أن وقوع الحدث هذا له احتمال قليل جدا، يحمل الحدث معلومات أكثر مما ينتج عندما ينتج مصدر البيانات قيمة احتمالية عالية. يعني هنا لما يكون المصدر ذو احتمالية منخفضة حيحمل معلومات أكثر
مما يكون لما تكون له احتمالية عالية. يتم مفهوم تمثيل مفهوم المعلومات من خلال كمية المعلومات الذاتية لشانون، ويتم تفسيرها أيضا على أنها مفاجأة، ثم تصبح كمية المعلومات التي ينقلها كل حدث فردي متغير عشوائي قيمته المتوقعة هي انتروبيا المعلومات. فليكن عندي المتغير العشوائي X من النتائج المحتملة XI، لكل منها حيكون احتمال BX X of I. يعني هنا الاحتمال عندي BX للX of I انتروبي، يعني لكل متغير عشوائي X مع النتائج المحتملة اللي تكون له، لكل منها احتمال دالة احتمال اللي هي بي اكس للاكس اوف اي، يعني عندي دالة احتمال للنتيجة المحتملة اكس اوف اي. كل من هذه الاحتمالات لها انتروبي اتش اوف اكس من اكس، حيكون على النحو التالي. يعني كيف نحسب الانتروبي متاع المعلومات او المتغير؟ الاتش اوف اكس حيساوي لي سميشن من الاكس، تبدا بالاي يعني من عند الاي من الاكس اي للبي اكس للاكس اوف اي في لوج البي اكس للاكس اوف اي. يعني هنا حيكون عباره عن سميشن من الاي، يبدا من الاي، الاي هذه حتكون اي قيمه من الصفر الى ما لا نهايه، عندي البي اكس للاكس اوف اي اللي هي احتمال وقوع المتغير العشوائي هذا في اللوغاريتم امتاعه. اللوغاريتم هنا للأساس بي، البي هنا حيكون أساس اللوغاريتم، ممكن 2 ممكن 10 على حسب المعطيات اللي عندي في قناة الاتصال أو في نظام الاتصال موجود عندي. فهنا حيث البي اكس اوف اي قلنا هي احتمال المتغير العشوائي، والبي هو أساس اللوغاريتم، هو نفسه حيساوي summation لما الاي نبدأ من الاي اللي هي الاكس اي، الاي قلنا هو عبارة عن قيمة من الصفر الى ما لا نهاية، يعني عدد طبيعي وعبارة عن نمبر، البي اكس في الاكس اوف اي مضروبة في الاي اكس في الاكس اوف اي اللي هي نطلق عليها الاي اوف اي اكس. هنا الـ IX للـ X of I قلنا هي المعلومة الذاتية المرتبطة بنتيجة معينة، الـ IX هي المعلومة الذاتية للمتغير العشوائي، يعني الـ IX بروحها بشكل منفرد هي معلومة للمتغير العشوائي، بينما الـ IX في الـ XI هي المعلومة الذاتية المرتبطة بنتيجة معينة. X هنا هو متغير عشوائي مشتق جديد، الـ EIX اللي هي القيمة المتوقعة لهذا المتغير الجديد، وهي هنا حتساوي مجموع المعلومات الذاتية لكل نتيجة ومرجحة باحتمال حدوث كل نتيجة، والبي زي ما ذكرنا قلنا هو أساس اللوغاريتم. إذا الفكرة الأساسية لنظرية المعلومات هي أن القيمة المعلوماتية للرسالة التي يتم توصيلها تعتمد على درجة مفاجأة محتوى الرسالة. إذا كان الحدث محتملا للغاية فليس من المستغرب أو غير مهم بشكل عام، يعني إذا كان شخص دز رسالة وأنا متوقع شن اللي موجود بهالرسالة، فحتكون يعني حاجة مش غريبة أو غير مهمة بشكل عام. عندما يحدث الحدث كما هو متوقع، يعني لما تجيني الرسالة زي ما أنا متوقعها، فهالشي هذا حيكون غير مهم أو مش غريب زي ما نقوله. بالتالي إرسال مثل هذه الرسالة حيحمل القليل من المعلومات الجديدة، يعني إذا كان الحدث متوقع فمعناها كمية المعلومات حتكون قليلة، مع ذلك إذا كان من غير المحتمل حدوث الحدث، يعني حدث غير متوقع أو نحن مش عارفين شن فحوى هالرسالة اللي جاية، من المفيد جدا معرفة أن الحدث قد وقع أو سيحدث. على سبيل المثال معرفة بعض الأرقام المحددة، لن يكون الرقم الفائز في اليانصيب، هنا حتقدم معلومات قليلة جدا
لأن أي رقم محدد تم اختياره لن يكسب بالتأكيد، مع ذلك إن عدد معين سيفوز في اليانصيب لها قيمة عالية، بالتالي يتصل مع نتيجة الحدث احتمال ضعيف جدا. محتوى المعلومات اللي عندي يسمى بالمفاجأة، يعني المعلومة الموجودة، المعلومة الغير متوقعة تسمى بالمفاجأة للحدث E، وهي دالة متزايدة للتبادلية الاحتمال PE. إذا الحدث على وجه التحديد الـ IE هيساوي سالب لوج الثاني للـ PE اللي هي دالة الاحتمال المتزايدة، هو نفس اللوج الثاني للواحد على PE. هنا الحدث هذا هيقيس الانتروبيا أو الكمية المتوقعة من المعلومات، يعني هنا هيقيس لي متوسط المعلومات المنقولة عن طريق تحديد نتيجة تجربة عشوائية. كيف يعني تجربة عشوائية؟ زي ما خذيته في الإحصاء، رمي قطعة النرد أو رمي قطعة نقود، فهنا لما يتم رمي زهرة النرد حيكون له انتروبيا أعلى من انتروبيا عملة معدنية. ليش؟ لأن كل نتيجة لرمي النرد لها احتمال هيكون أقل من احتمال رمي العملة المعدنية. ليش؟ لأن هنا تو لما نرمي قطعة النرد هيكون البروبابيلتي اللي هو الاحتمالية 1 على 6. يعني ليش 1 على 6؟ لأن أنا عندي 6 أرقام، واحد من 1 إلى 6، يعني احتمال في الرمية الأولى يطلع لي 1، ممكن يطلع 2، ممكن يطلع 6، فهنا حيكون الاحتمال له كل عنصر أقل من 1 على 6. بينما العملة المعدنية أصلا في عندي احتمالين، يا الوجه يا أما تجيني عالتيل أو الظهر زي ما نقوله، فهنا الاحتمال يعني نتيجة رمي العملة لها احتمالين فقط. إذا حيجد البروبابيلتي عبارة عن 1 من 2، يا أما الوجه يا اما الظهر، فبالتالي حيكون انتروبي رمي النرد اعلى من رمي العملة المعدنية. ومن هنا نستنتج ان الانتروبيا هي مقياس لعدم القدرة على التنبؤ بالحالة، يعني عندنا رسالة وغير قادرين على التنبؤ بفحواها او ما يعادلها من متوسط محتوى المعلومات. فللحصول على فهم بديهي لهذه المصطلحات، عندي مثال. لو عندنا استطلاع سياسي، عادة تحدث مثل هذه الاستطلاعات لأن نتيجة الاستطلاع هتكون غير معروفة بالفعل. بعبارة أخرى، نتائج الاستطلاع هتكون غير متوقعة نسبيا، وإجراء الاستطلاع وتعلم النتائج يعطي بعض المعلومات الجديدة. هذه الأشياء هي مجرد طرق مختلفة لقول أن الأنتروبيا لنتائج الاستطلاع كبيرة. إذا وضعنا في الاعتبار حالة إجراء نفس الاستطلاع مرة أخرى بعد وقت قصير من الاستطلاع الأول، وهنا عندي نتيجة الاستطلاع الأول معروفة بالفعل، من الممكن توقع نتائج الاستطلاع الثاني بشكل جيد. يعني بمعنى ان الاستطلاع في البداية ما كانش عندنا اي معلومة، فبالتالي كان نتائج الاستطلاع مبهمة او غير معروفة. بينما اذا تم اعادة الاستطلاع مرة اخرى ونتيجة الاستطلاع الاول معروفة، فبالتالي يمكن ان توقع نتائج الاستطلاع الثاني بشكل افضل. ويجب الا تحتوي النتائج على معلومات جديدة كثيرة، يعني هنا مش هيكون عندي حاجة جديدة، يعني هتكون حاجة متوقعة. في هالحالة الانتروبيا الأولية لنتائج الاستطلاع الثانية هتكون صغيرة بالنسبة لنتيجة الاستطلاع الأول. يعني إذا هنا الانتروبيا يعني هي كمية المعلومات، أو هي مقياس لعدم القدرة على التنبؤ. يعني في الحالة الأولى عدم القدرة على التنبؤ كان كبير، ليش؟ لأن الاستطلاع النتيجة متاعها غير متوقعة. لما تم إعادة الاستطلاع كانت مقياس القدرة عدم القدرة على التنبؤ كان أصغر. ليش؟ لأن نحن عارفين معلومات أو لدينا معلومات
من الاستطلاع الأول، فتكون نتيجة الاستطلاع الثاني متوقعة، فهنا حتكون الانتروبيا للاستطلاع الثاني صغير بالنسبة للاستطلاع الأول. إذا تأملنا في مثال رمي العملة، وكان احتمال الرأس هو نفس احتمال الذيل، فانتروبيا رمي العملة حتكون عالية. ليش الانتروبيا عالية؟ لأن أنا عندي احتمال الوجه هو نفس احتمال الظهر، يعني الاحتمالات متساوية. يمكن أن تكون للمحاكمة ذات نتيجتين لا توجد طريقة للتنبؤ بنتائج رمي العملة في وقت واحد أو في وقت مبكر. يعني هنا لما أنا نرمي العملة فما عنديش معلومة شن حتكون، يعني لا يمكن أنا أتنبأ إلا بالحظ، يعني حتقول وجه أو ظهر وتجيب بالحظ، لكن ما فيش أي طريقة للتنبؤ بأن شنو الناتج اللي حيطلع لي. يعني لما رميت العملة شنو حيطلع لي؟ هل حيطلع في الهيد ولا التيل؟ إذا كان على المرء أن يختار، فلا يوجد متوسط ميزة يمكن اكتسابها من خلال التنبؤ. فهنا يعني مش هنقدره زي ما ذكرنا نتنبأ، أو هل في الرمية هذه نتنبأ بماذا سيخرج، هل عندي الهيد ولا التيل. فيكون أي توقع صحيح مع الاحتمال نص، يعني لو قلنا الهيد ممكن يكون صح أو التيل ممكن يكون صح، يعني هنا الاحتمال حيكون عندي واحد من اثنين. مثل رمي العملة، هنا لديه جزء من الانتروبيا حيث أن هناك نتيجتين محتملتين تحدثان باحتمالية متساوية. النتيجة الفعلية هتحتوي على جزء واحد من المعلومات على النقيض من ذلك، فإن رمي العملة باستخدام عملة لها رأسان ولا ذيول لا يوجد أي انتروبيا، لأن من المعروف أن يعني لما نرميها القطع متشابهة، يعني من من الوجه ومن الخلف متشابه، فهنا العملة هتظهر دائما رؤوس، فما فيش أي معلومة جديدة، فيمكن توقع النتيجة بشكل سريع أو بشكل مثالي. هنا إذا كان عندي حدث ثنائي بنتائج قابلة للتوازن له انتروبيا شنن، هتبدأ لوج اثنين لاثنين هتعطيني واحد. ليش؟ لأن هنا الاحتمالين أو النتيجة أصلا معروفة، لأن ما هيش يعني الوجه والظهر هن نفسه، يعني ما فيش اختلاف. بالمثل أي نظام ثلاثي حيكون بقيم متساوية، اللوج الثاني للثلاثة حيكون حوالي 1.5 بت من المعلومات، لأنه يحتوي على واحد من ثلاث قيم. إذا هنا عندي مثال رمي العملة، لو كان عندي هنا اثنين من العملات عملتين، هيبدأ عبارة عن اس تساوي اللوج الثاني للاثنين اس ان، فهنا الان تساوي اثنين اللي هي عدد الاحتمالات وجه او ظهر. هنا الانتروبيا في حالة رمي قطعة نقدية عادلة، فإن الانتروبيا حتكون هي المعلوماتية في البتات، هي اللوغاريتم الأساسي اثنين لعدد النتائج محتملة مع عمليتين. حيكون عندي 4 نتائج محتملة وقطعتين من انتروبي، يعني عندي قطعتين اللي هن المتغير العشوائي، وحيكون عندي 4 نتائج محتملة اللي هي 2 أس 2 اللي هي حتساوي 4. ليش؟ إن هنرمي قطعتين في نفس الوقت. إذا هنا زي ما ذكرنا أن انتروبيا المعلومات هي متوسط كمية المعلومات التي ينقلها الحدث عند النظر في جميع النتائج المحتملة. نظرية شانون سميت باسم نظرية بولتزمان، وعرف شانون الانتروبي اتش للمتغير العشوائي متقطع اكس مع القيم المحتملة اللي هي وظيفة الكتلة الاحتمالية اللي هي البي اوف اكس، الاكس حتكون اكس واحد الى اكس اس ان اكس ان، فالاتش اوف اكس قلنا اللي هي الاي في الاي اكس، وتساوي اي سالب لوج البي اكس.
هنا الاي هو عامل القيمة المتوقعة، والاي هو محتوى معلومات الاكس، والاي اكس هو المتغير العشوائي. اذا يمكن كتابة الانتروبي بشكل صريح كالتالي: الاتش اوف اكس هتساوي سالب summation من الاي تساوي 1 الى الان للبي اكس اوف اي في لوج البي في البي اكس اي. يعني اذا الانتروبي بشكل صحيح هتكون عبارة عن الاحتمال مضروب الاحتمال الوقوع المتغير مضروب في الاحتمال لوج الاحتمال. فهنا قلنا البي هو اساس اللوغاريتم المستخدم، القيم الشائعة لبي اللي هي 2، يعني القيم الشائعة للوغاريتم هيكون اللوغاريتم الثاني، او رقم اويل رقم اوليا اويلر اللي هو الاي، او العشرة. الوحدات المقابلة من الانتروبيا للبتات هنا هيكون البي تساوي 2، او البي تساوي اي، او البي تساوي 10. في حالة البي للاكس اوف اي اللي هو احتمالية وقوع الحدث بي يساوي 0، بالنسبة لبعض قيم اي تعتبر قيمة التلخيص المقابل اللي هو الصفر للوج، الصفر هيعطيني الصفر، وهو ما يتوقف يعني هيتوافق مع النهاية ليميت لما البي تقول للصفر للبي لوج بي تساوي صفر. يمكن تعريف الانتروبي الشرطي لحدثين اكس وواي، يعني عندي حدثين اكس وواي فالقيم حتكون اكس اي والواي اي على التوالي. فهنا يعني في الانتروبي الاول هنا لقيمة متغير عشوائي 1، بينما الانتروبي الثاني لحالتين اتش للاكس والواي، يعني هنا عندي حدثين احتمال وقوع حدث من الاخر، فهنا نسمو فيه الاحتمال الشرطي. شن حيساوي؟ حيساوي summation للاي والجي، الاي والجي اللي هي قيم الاكس اي والواي جي، حتكون عبارة عن probability البي للاكس اي واي اي، يعني هنا حيكون عندي احتمال للمتغيرين للوج probability اكس اي في الواي اي على البي واي. يعني هنا احتمال شرطي يعني وقوع حدث يمنع وقوع الحدث الآخر، يعني الكلام هذا مر عليكم في الإحصاء. فهنا لما نلقى الـ H للـ X على Y يعني وقوع الـ X تمنع وقوع الـ Y، فحتكون الاحتمالية الـ B للـ X I في الـ Y I مضروب في لوج الـ B X I Y I على B الـ Y I. لو كان عندي الـ H Y على X فمعناه هنا وقوع الحدث Y هيمنع وقوع الحدث اكس. فشن حتكون الاحتمالية؟ الاحتمالية متاعي حتكون summation من الجي للاي للبي واي اكس واي اكس اي واي اي واي جي مضروبة في لوج البي اكس اي واي جي على البي اكس اي. يعني اذا هنا لو كان هذا عندي احتمالية الاكس على واي، لو كان الواي على اكس هيبدأ نفس القانون، لكن هنا هتجد مقسومة على probability متاع الاكس. فهنا عندي probability اكس اي واي جي هو احتمال ذلك ان الاكس هتساوي اكس اي والواي تساوي واي جي. يجب فهم هذه الكمية على أنها مقدار العشوائية في المتغير العشوائي إكس بالنظر إلى قيم المتغير العشوائي واي. يعني إذا هنا عندنا ملخص كتابة الانتروبي، قلنا الانتروبي حيكون بشكل سريع عبارة عن summation لما الاي تساوي 1 إلى ان للبي إكس في اي مضروبة في لوج البي للبي إكس اي. قلنا الأساس بي ياخذ أحد الاحتماليتين، قلنا من المحتمل أن يكون يساوي 2، يعني القيم الشائعة للأساس اللوغاريتم يا أما 2 يا أما رقم أويلر اللي هو الإي أو العشرة. كذلك عندي الأنتروبيا إذا كان عندي الاحتمال الشرطي لحدثين X و Y، يعني فأنا عندي أكثر من متغير عشوائي،
يعني مش اكس بس، يعني فرقوا ما بين لما كان عندي متغير اكس وما بين عندي اكس على واي اللي هو حدث شرطي، يعني حدوث حدث يمنع حدوث الحدث الثاني، فحيكون الانتروبي بتاعه عبارة عن خارج قسمة الاحتماليتين. وعرفنا ان عندي البي اكس اي في الواي واي جي هو احتمال لما الاكس تساوي اكس اي والواي تساوي واي جي. هنا عندي الهوم وورك، بداية نعرف انتروبي المعلومات، ما هو المقصود بالانتروبيا، واكتب المعادلة اللي تعبر عنها، يعني مطلوب هنا معادلة الانتروبيا بشكل صريح، يعني اخر معادلة تطرقنا لها. ثاني سؤال، ما هي الفكرة الأساسية لنظرية المعلومات؟ يعني هنا حتلخص الفكرة الأساسية لنظرية المعلومات اللي فهمتها من المحاضرة، لخصة أو اكتبها.